كاين واحد التقنيه كتسمى الفو اي بي. هاد التقنيه هادي كيخدموا بها الشركات باش كيهضروا فابور، حتى لي زوتيل راه كيخدموا بها باش يهضروا فابور فبيناتهم. وهاد التقنيه هادي ما كتكلفش بزاف، وفي نفس الوقت كتمكننا من اننا يعني ناخذ راحتنا في الهضره. هاد التقنيه هادي يعني اللي كتكلفك هو انك تبدل هذاك التليفون ديال الدار التقليدي بهاتف كيخدم بالفوا باغ اي بي، يعني كيخدم باغ انترنت. ملي كتخدم بهذا الهاتف هذا كيمكنك انك تهضر مع اي شخص اخر كيمتلك نفس التقنيه، ماشي بالضروري يكون عنده نفس الهاتف ولكن يمتلك نفس التقنيه سواء كانت في الفيكس او لا بورتابل، ويقدر انه يتصل به بشكل مجاني 100%. بالاضافه الى ان هذه التقنيه هذه كتمكنك من انك ماشي غير انك تتصل بشكل مجاني، ولكن كذلك انت كتختار شركه اتصال غير شركه الاتصال اللي هي مفروضه عليك، بحال مثلا الشركات المغربيه. يعني انا مثلا عوض نخدم شركه مغربيه في الاتصال وتفرض عليا واحد التسعيره معينه باش نهضر للخارج او لا باش نهضر حتى في المحلي، هنا ممكن انني نختار انا شركه ونشترك عبر الانترنت بها وندخل هذيك الكونفيغوراسيون ديالها او هذوك الاعدادات ديالها في هذاك الهاتف، ونولي كنستخدم الهاتف ديالي مباشره مع هذيك شركه الاتصال. بطبيعه الحال كاين بزاف الناس اللي انا لاحظت يعني غير فقط من تلقى من التعليقات، كاين بزاف الناس مثلا اللي قال لك وهذا راه بيسكو انا كيخدم سيغ انترنيت راه بحالو بحال سكايب بحالو بحال فايبر. هو راه الاختلاف كبير جدا. نعم سكايب فايبر هادو كيخدموا بالفوا اي باغي بي، ولكن ما كيعطيوكش واحد العديد من المميزات اللي كيعطيها لك هذا الهاتف هذا الهاتف او الهاتف الهواتف الفوا اي بي. منهم اولا ان الهاتف ديالك يكون عنده رقم هاتفي مثل ما اي رقم هاتفي يعني موجود في يعني اللي كنعرفوا حنايا، حيث ان الناس يقدروا يتصلوا بك وتقدر تتصل به كذلك. بل وحاجه اخرى انك انت كتختار شركه اتصال وكتختار التعرفه اللي انت باغي تدفعها، ماشي سكايب. سكايب ما تعطيكش ان سكايب تفرض عليك تعريفه معينه وما يمكنش انك تبدلها. اما هذا الهاتف هو كيعطيك الحريه، حنا كنهضروا هنا على حريه، يعني انت كتختار شركه الاتصال اللي بغيتي تتصل بها. بالاضافه انه كيمكن لك انك تشترك باكثر من شركه مع اكثر من شركه اتصال وتستخدم اكثر من شركه اتصال في نفس الوقت. يعني مثلا انا نعطيك على سبيل المثال، انا دابا اللي كنهضر معك عندي اشتراك ورقم هاتفي في فرنسا وفي امريكان وفي الصين، يعني يكفي انني نضغط غير على زر وكان كنسويتشي لهذاك ديك الخدمه وكنخدم بها. التقنيه كما قلت كانت هي معروفه ومعروفه في الغرب وكيستخدموها الغرب وكيستخدموها كذلك الشركات هنا في المغرب، ولكن للاسف ان العرب ما كيستخدموهاش، بدليل انه ما كاينينش شروحات اللي كتوري كيفاش تتصل بالمجان باستخدام هاد الهواتف هذه باستخدام تقنيات الفو اي بي. ويعني وفي الحقيقه يعني حتى الايجابيات ديال الفو اي بي راه ما كيتساليوش. نعطيك يعني واخا نعيا ما نفرض لك، وحتى في الحلقه راه 24 دقيقه وما قدرتش انني نسرد كل شيء، ولكن غادي نحاول انني نعطيك معلومات اللي ما قلتهاش في الحلقه. على سبيل المثال انه ممكن الهويه ديالك تكون غير معروفه، يعني انا ملي كنشترك مع واحد شركه اتصال في فرنسا او امريكا هذا هويتي ما كتكونش معروفه. بالاضافه كذلك انه ممكن انني هذاك الروتور ماشي نخدمه غير مع هذاك الهاتف ماشي نخدمه غير مع لاديسان، ولكن ممكن كذلك نخدمه مع روتور 3G. الا عندي غير روتور 3G راه ممكن نخدم به وممكن انني نتصل ويتصلوا بيا الناس فابور. حاجه اخرى ان هذا الهاتف هذا راه ممكن كذلك انه سهل الاستعمال، لانه حتى مثلا الا بغيت عندي العائله ديالي في برا او هذا ممكن انا ندعوهم يشريوه ويخدموا به. والثمن ديالو راه رخيص جدا، يعني كما قلت الثمن ديالو راه كيتراوح ما بين 200 درهم حتى 1000 درهم حتى اكثر من 1000 درهم، يعني كيبقى انت وجيبك. يعني 200 درهم كنعتقد ان الا اخترتيها في واحد التليفون غادي تولي كتهضر بالمجان بشكل مجاني للابد. Wow.